في الوسط طبعا مجموعة كبيرة جدا. دخلت اشتراكك اساسي، كنت فاكر انك هتروح خلاص حلب اساسي وسط الناس ديت، ولا بدأت الاول احتياطي وبعدين تاخد شوية؟ يعني احكي لنا بداياتك بالظبط مع الفريق الاول النادي الاهلي. انا طبعا اول مره اخش النادي الاهلي كانت بالنسبه لي حاجه، يعني حاجه كبيره جدا، كان بالنسبه لي حلم كبير جدا. انا بقول لحضرتك اهلاوي، ماتشات الاهلي والزمالك والحاجات دي في البنيه عندنا ضرب نار بين اصحابنا، يعني الدنيا كانت صعبه جدا، فكان بالنسبه لي حلم كبير جدا ان انا اخش النادي الاهلي. طبعا اول مباراه، يعني الاول كان في معسكر في اسكندريه، وبعد كده رحنا المانيا، وبعد كده لعبنا البطولة العربية في السعودية، رجعنا على السعودية بطولة عربية، بس كانت بطولة عربية يعني ما يعني لعبنا نهائي وخسرنا، وكان بسبب التحكيم شوية كده. وبعد كده رجعنا على الدوري، كان أول ماتش أسوان في أسوان، لعبت ماتشين، بعد كده الثالث بديت إن أنا أهدف بقى. أول مباراة التهديف ليا كان بلدية المحلة في استاد القاهرة، والدنيا مشيت. لكن هو إن لا، يعني النادي الأهلي عشان الرهبة بتاعتك كل ماتش، كل تمرين، كل ماتش، كل تمرين وكمان يعني النادي الاهلي يعني مش ما لقيتوش ده في انديه تانية. لا انت لعبت في انديه كتير خالص. يعني انت لعبت بص يا كابتن، اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش، عشان بس نتكلم منطقيين، يعني مع احترامي لكل الانديه، انا لعبت في بتروجيت وخدت هداف دوري طبعا، وخدنا ثالث دوري، وكنا عاملين ماتشات كويسه، ولعبت في المصري، عملت برضو موسم هايل في المصري، خدت ثالث هداف دوري، جبت 13 جول. لكن النادي الاهلي يا كابتن الموضوع مختلف خالص، كره، جمهور، احنا لحد هذه اللحظه نادي الاهلي لاعب النادي الاهلي سابقا، فدي طبعا النادي الاهلي في كل دقيقه في هدف، عشان كده اقول لك روح الفانيلا الحمراء. لا في التمرين، احنا في التمرين ما بنحبش نخسر، التقسيم والله كانت في التقسيم ضرب نار، مش هتلاقي كده، مش هتلاقي كده في اي نادي تاني، لا خالص خالص، الوضع مختلف. انا لعبت في المصري، لعبت في بتروجيت، طبعا كنت في الوحدات الاردني. هنيجي عند التجربه دي هنتكلم عنها برضو، لان انت كنت هداف الدوري، هداف الدوري، وخدنا دوري هناك مع الاردن من الوحدات الاردني، برضو عامل زي الاهلي، شعبيته كبيره جدا. في الاهلي كان الفيصلي والاهلي، عامل زي الاهلي والزمالك كده، بس الوحدات يعني ايه شعبيته اكبر، مرتبه اعلى. يعني لا، النادي الاهلي الدنيا يعني ما لعبش كوره في الاهلي، ما لعبش، فكل يوم بالنسبه لي يعني حاجه، يعني كانت كبيره جدا، حاجه بالنسبه لي يعني يمكن ما فقتش الا اخر يوم انا مشيت فيه من الاهلي. اخر يوم مشيت فيه في الاهلي فقت من ايه؟ فقت من الحلم اللي انا كنت فيه. ياه. والله انا كنت حاسس ان انا في حلم. كلمنا عن اخر يوم ليك في النادي الاهلي. يعني كان انا فرق التجديد بس وعدم التجديد كان يومين قبل ماتش امتي. انا كان بونفرير جالنا في السنه الاخيره، بونفرير في وجهه نظري من اسوء المدربين الفنيين اللي جم النادي الاهلي. انت مقتنع بجوزيه، وجوزيه كان مقتنع بيك الحقيقه، كان سوبل، وكان يعني جوزيه طبعا جوزيه يعني لما جه حاول يرجعني، يعني حاول يرجعني، بس في سنه كنت في المصري، وبعد كده بعدها بسنتين كنت بتروجيت، برضو كانت الدنيا صعبه ان انا ارجع. يعني انت قعدت 5 سنين في النادي، في النادي الاهلي 5 سنين، 6 بطولات، يعني برضو ده رقم كويس انت. واعتقد ما بتلاقيش اللي بينتقل لنادي بيقعد 4 5 سنين وياخد بطولتين بيبقى حاجه، لكن يعني 5 سنين و6 بطولات برضو خدت خبرات، يعني الخبرات اللي خدتها في النادي الاهلي دي كمان طبعا مع موهبتك واستعدادك ساعدتك كمان، انت جايب خبرات كبيره جدا، رحت احترفت فتره صغيره، طلعت هداف الدوري هناك، ورجعت هداف الدوري المصري، فكل دي خبرات خدتها. فمشوارك الدولي بقى حتى في قطاع الناشئين ما رحتش منتخب شباب، منتخب لا. على مستوى المنتخبات لا. هو اول زي ما انت قلت لي الانضمام مع حضرتك كده في المنتخب مع الكابتن محمود، كابتن محمود الجوهر. شوف يا كابتن، النادي الاهلي يعني اتعلمنا حتى في الحياه الحياتيه بتاعتنا، مش في الكوره بس، النجاح يعني في اي حاجه بتعملها انت عايز تنجح. يعني انا حاليا دلوقتي مدرب، شغل النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، عايز اتعلمه للواد الصغيرين طبعا. اللي انت اتعلمته في النادي الاهلي هو ده اللي احنا اتعلمناه من النادي الاهلي يا كابتن، ان احنا كل تمرينه لازم يبقى فيه روح في قلب، اتعلمناه شربناه بالمعلقه كده في الاهلي، ما حدش قال لنا الكلام ده، بس احنا اتعلمناه من الملعب، من الكباتن الكبيره اللي كانت معانا، كابتن سامع عرابي، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، محمد يوسف، هادي خشبه، وليد صلاح، الناس دي اتعلمنا منها كل ده، محمد عماره، لا الناس دي كلها يعني عايز اقول لحضرتك شربونا روح النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده
هو ده هو دي هي دي الفانيلا الحمراء. الناس اللي بتسال بتقول لك روح الفانيلا الحمراء الجمهور. صح. هو خلاص الجمهور علمنا ان احنا ما نخسرش ولا نتعادل ولا نتعادل. ولو تعادلنا نزعل. ده احنا دلوقتي بقى وصلنا بعد جوزيه طبعا وصلنا ان احنا لما بنكسب باداء قليل شويه بما نزعلانين. ده حقيقي بالظبط. ده حقيقي يعني اللي اقول لك كسبنا بس لا الاداء مش عاجبني بالرغم انك كسبان يعني. بالظبط. فده اللي اتعلمناه فعلا في النادي الاهلي. لكن دايما بيكون في ماتشات كده معلمه في ذهنك ماتشات على المستوى النادي الاهلي. ايه الماتش اللي كل ما تفتكر فتره الخمس سنين اللي عدتها في النادي الاهلي تفتكر ايه بالظبط؟ انهي ماتشين؟ والله يا كابتن لو قلت لحضرتك يعني الخمس سنين كل ماتش وكل دقيقه على طول في ذاكرتي. لكن طبعا في ماتشات انا عملتها حلو يعني عملتها كويس زي نهائي كاس مصر كده مع الاهلي والمحله حطيت هدف وخدنا البطوله دي. وكنت قبلها كان قبل النهائي كنا بنلعب القناه كانت فرقه قويه جدا جدا جدا. كان مسكها كابتن انور سلامه كانوا فرقه قويه جدا يا كابتن. 2000 يعني السنه اللي هي مسكنا فيها جوزيه وكان المباراه دي كان بيتفرج عليها جوزيه. كنا بنلعب قبل النهائي قناه في استاد القاهره في الدقيقه حوالي 42 43 من الشوط الثاني و0-0 وليد عمل لي انفراد حطيتها من فوق الحارس. أيوه. كان مصطفى كمال الحارس بتاع الحارس بالظبط كده. كان كابتن طارق سليم كان مدير الكوره وقتها. جالي بعد الماتش قال لي انا ما شفتش كده. تخيل كابتن طارق سليم والله يا كابتن هاني قال لي تغنى بالهدف. صراحه مع انه كان زعلان مني قبلها كنا بنلعب سوبر المصري السعودي ضيعت ولا ايه؟ الكوره اللي فاخر راح بحطها كده راحت قطعت تردد جون مع اني كنت جايب جون في المباراه دي. كان زعلان مني فيها جدا. وبعدها بقى فضلنا نمشي بقى لحد كاس مصر جبت جون انا في قبل النهائي ده في الدقيقه 40 42 الشوط الثاني وجينا في المباراه النهائيه مع المحله حطيت جون الفاول.